سددت الشخص الواحد ب55 ريال، يعني تقريبا 50 ريال من المطار الى وسط المدينة اللي هو كين سنتر على طول. سيدة ما يوقف، فتقريبا كلها دقايق ونوصل باذن الله عز وجل. ما شاء الله تبارك الله، شوف الجناح ده. شيء ما شاء الله تبارك الله، يعني واحد ينام كده كلام. يا مرحبا الجميع، اسعد الاوقات بالخير، صباح جميل كل متابعين الغاليين مع الاجواء الرطبه دي. الله يخلي بونشك جماعه الخير. اي أيوة والله بونشك. ماليزيا حر بالله، اتوقع تايلاند كمان، لكن كذا تغير الجو خلال فتره بسيطه فجاه كذا يجيك امطار. سلام. هناك تايم سكوير والبرج الجديد ذاك، وهذا برج جديد برضه يبدو الان. اسهل مواصلات كل القطارات. Station berikutnya, Pavilion Bukit Bintang. Station berikutnya, Pavilion Bukit Bintang. Hamsyah Malinga. Live hutan kusura Bandung, Lumelo Ice. Mas Sabah Bulan. Ini satu roti sana aja. Sebab ada lah, bisa wila nak. Lumelo Ice. Ada Lumelo Ice. الآن أنا طلبت مشروب سراب باندو، سلام يسوي لنا. يا سلام. الله 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 الله، هذه الحركة أهم فيكم. واه 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 واه. سلام سلام سلام. هذه تنقى المرحلة الثانية، يحطوا لنا الثلج في الكاس. الآن نطلب هذا ميلو آيس. وهنا سلاب باندو افضل مشروب في ماليزيا. فيري نايس. الصباح زي كذا هناك روتي شانا اللي هو شباتي بالبيض، خطيره بالبيض. اهم شيء عندهم العدس، عدس وبعض الجامات زي كذا. وهنا نكهه حاره مع المشروب سلاب باندو او كيتاري. هذه افضل طريقه عشان تاكل وانت شبعان، تشبع بالاكل يعني. فتفت بعدين تحط الفلفل وتحط العدس وتحط شوية من الإدام. بسم الله الرحمن الرحيم. بالعافية بالله. طبعا هم عندهم نظام، ناخذ طلبات اللي هنا، بعد كده بعد ما نجلس الرجال يجي يحاسب على طول، يشوف ايش اخذنا ويحسب القيمة. هذا انا اخذت انا ايدام حسب الصحن اللي زي كذا، ما ادري كم يطلع، فهو يحسب الصحن هذا بكم وكمية. حبايبي الغاليين، طبعا انا الان في مسجد انديا والجو وانتم شايفينه حر، بعد لسه باقي شهر مارس اخص واخص. هذا جددوا مكان صار شيء نظيف يعني، كان المكان ده عشوائي وقرب بحاله حاله. اهم شيء انا اذا جيت مسجد انديا هذا، اقسم بالله جماعه الخير لا يفوتكم شيء 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 جدا طعم. زي مسحب في الدجاج نكهه حاره، حط فلفل، سلام. غير خليج بعده. اهم شيء عندي ايس كريم ماكدونالدز، ما شاء الله
يعني المسؤولين عندهم كل مكان تمشي كل خطوة تحصل إيش آيس كريم ماكدونالدز ركن صغير خاص آيس كريم ما شاء الله ماشي السوق. واللي أهم من آيس كريم ماكدونالدز آيس كريم دوريان. أحلى شيء ماكدونالدز هنا في ماليزيا عندهم أنواع آيس كريم. جربت أنا أمس نكهة نكهة فالنكهة أحلى نكهة. هذا شوكو ديب شوكولاتة داخلها فانيليا يمديك نسوي نكهة ثانية. وأيضا شيء يعجبني في ماليزيا فلوسهم كأنها لعبة شيء أوراق رهيبة وألوان. أحلى شيء إن 20 برتقالي وأحمر 10 أخضر 5 والأزرق بريال رينجيت. الدور اللي هو ال جي هناك مجمع المطاعم وهنا برا برضو في اللي هي ماركات على قولهم حصلوا اللي يبغى بوف المعجنات زي المخبز كل شيء متوفر يعني تقريبا الدور كامل كل أكلات. أنا الجميع أحلى شيء إني عندي ملابس وسخة بدل ما أروح المغسلة وهذا أجيبها هنا. هذا اسمه رهيب في المشاريع الناجحة دي. خلاص أحط بست رنجت بس 25 دقيقة أشتري صابون من عندي أو صابون من عندهم لكن أشتري من عندي أفضل. 25 دقيقة أروح مشواري وأرجع أخذ وأجي أنشف برضو بخمسة ريال 5 رنجت أو 6 رنجت الكبيرة. فملابس عادة فيها تقريبا فوق 10 كيلو بس أنا حطيت هنا عندهم يعني تكلفة ملابس كلها فوق 10 كيلو ما يقارب 11 ريال كثير يعني. تبغى هذه تكويل أنا هي تكويل أنا ما تقصر تأخذ بشيء بسيط برضه. البال منتظر نص ساعة. هذا المطعم معروف ما شاء الله تبارك أبو كبنتن جميع مأكولات عنده شباتي أو رز مكرونة مقسمين ما شاء الله عندهم. ترى انا من الناس اللي دائما نجي اكل نفس المطعم جدا جدا ما شاء الله. واحلى شيء انهم مطورين هذا ماسك الجهاز يعبي البيانات كل شيء اللي اكلت شوفه يعبي اللي اخذ الرجال طلبات كل شيء خلاص يحط في جيبه والطلبات تيجي هنا كلها بنفس هذا المشروبات هنا مشروبات خلاص يجي له الكمبيوتر عنده وهنا اللي يبغى الرز على قولش تندوري برضه يعني اهم شيء الطلبات يسجل التاب اللي عنده ويجي له على طول. هذا اللي يظبط لنا شباتي سلام خمسه ما عرفت ايش انا كتبت زي كذا فتت بعدين حط لي الجام صلاة على النبي صلاة على النبي ما شاء الله تبارك الله. يا جماعة الخير تتوقع شكل مجرم كذا حقنا الصباح قبل شيء واحدة كانت ماشية جنبي شافتني مريت جنبها ولا شالت شنطتها ودست في المضبوط خايف الناس ما شاء الله تبارك الله. شوف مين منور هذه مين الحلوة هذه شوف أبوها فين والله منورنا الله ورني منورك الله انت اللي منورنا حلو حلو صلاة على النبي ما شاء الله هلو هذه كمان هلو هي سلم على الجمهور سمع الجمهور مع عمره هاي جايز سي هاي هاي جايز ما شاء الله الله يا سبحان الله شيء جالس اقول انا ما في مطر والان ما شاء الله تبارك الله امطار والاحلى سبحان الله ما يبان لانه في مطر شيء ما شاء الله تبارك الله انا بغيت انزل اتسبح بشوي طالما في مطر يمنعوني من السباحه ما شاء الله
الأجواء ما شاء الله تبارك الله. طبعا من أجمل المواقع اللي بديكم تصورها على البرجين، يكون جميل جدا كذا مكان. في عند الإشارة هناك خلف مو خلف أمام الكي سي سي، وأيضا في هذا الموقع واحد يجلس هنا ويرجع صور كذا مكان، ترى بس يبغى الواحد يعرف الزوايا. هنا أيضا من المواقع المميزة تصوير هذا الجسم. طيب وأفضل كمان تروح هناك الزاوية دي، أنا من الناس اللي صورت هناك، تشوف خلفية برجين شيء جميل صراحة. يا سلام الجو بدأ يتغير، لكن رطوبة صح كده دائما في ماليزا ده الوقت الأجواء تغير على طول. أنا المسجد المستقيم ما أظن هنا عدد كبير من طلاب أو اللي ساكنين هنا عرب أغلبهم يقولوا، وفعلا دخلت المسجد أو شيء ما شاء الله عدد كبير يعني من حبايبنا العرب. أحلى شيء جلسة العصر هنا وقت المساء مع الأجواء الرائعة هذه، وتي طارق جنبي، وهنا معي الفنان بوبي، ما كان بوبي قلبي نقنق يلا نقنق الحين يجينا أبو إكرام هنا إن شاء الله. الجو مرة كلام يا مرحبا جميعا. طبعا هذا الشارع معظم صينيين ومأكلات صينية، اللي بياكل شيء ني يجي هنا. بس والله يا السعر فوق، انا مسكت راسي قبل شوي ما توقعت الدوريان الحبة مو الحبة القطعة كده بسيطة ب 25 رينجل يعني تقريبا 23 ريال قطعة بس. ما شاء الله هنا سعارة خير جماعة الخير. أنا كنت في اندونيسيا حبة كاملة كانت بحوالي 9 ريال 8 ريال. شكرا بس بس شوف الأسعار جماعة الخير كي يا ولد. أنا راجع تايلاند، بحب تايلاند لما أقفص بإذن الله ورخيص. هذا المطعم ما شاء الله تبارك طول السنة صلاة يعني لحام زي كده زي اللي هنا. احنا كلهم صينيين، احنا صادفنا الان بكره يعتبر يوم الصين يعني على قولهم اللي هو يوم 25، ما نقدر نقول عيد الصين ما يجوز على قولهم، بس خلي يوم الصين يوافق يوم 25 جانوري كل عام، فراح يكون اجازات عندهم مده 3 ايام الى 4 ايام، يكون زحام لا فنادق فاضيه ولا اي شيء، كل زحمه كل مكان كل شيء غالي. شاورما الباشا صلاة على النبي انصحكم اذا جيتوا ابو كبيتن ترى شاورما عنده جدا طيب ما شاء الله تبارك الله. هذا هو عنده يا جماعه الخير اخذين راحتهم في التصبيح. وقسم الله ما جبوا هني عادي قبل الشروق هني ايوه ها ها شروق عندك ابو بنتي حبيب اللي دائما اغني معاه في بوكيت بنتن ان شاء الله الاسبوع الجاي نغني معاه هذه المره باذن الله. مطر صلاة على النبي ما شاء الله تبارك الله بالقوه نحصل مطر يا ولد تبارك الله. طبعا عشان الليله على قول يوم الصين
كلهم اجتمعوا وصار زحمة وغير الويكند كمان. يا مرحبا، شوفوا مين احنا اللي عازمني الليلة. طلعت عني ما شاء الله ما شاء الله، هذا هو فنان حقنا علي رضا. يا مرحبا يا مرحب جميع، هذا هو علي الآن الممثل اللي جاي إن شاء الله على السعودية من طيفة عندنا. يوجي كيف مشكلة، أنا سعودي هو ماليزي، بس سبحان الله اختلاف. طبعا هو من أصول إيراني، إيراني يعني من أصول إيراني طبعاً. فالمسلسل جديد إن شاء الله هو راح يكون بطولة عنده برضه في السعودية إن شاء الله. وريان جاهز برقيل. هلو هلو هاجي، هلو ويلكم ويلكم. الله علي صحتين. انا عافيه انا عافيه ما شاء الله تبارك الله. شد المطر شد، كيف ارجع الفندق بالله؟ احنا عيال مكه نقدر نستحمل عدو بالقوه، نحصل مطر. أحلى شيء منظر الليل، شيء جميل دوله. يا مرحبا جميع، سلام خالكم خير، مساء سعادة للجميع إن شاء الله. ومعانا الدام بوكيت بنتو. نظام نظام عنده والله، مكان عسكري ما يجلس نص الشارع. السلام عليكم. السلام عليكم. هلو هلو جي. هلو ما شاء الله انا شدين. الله اكبر، كوا كوا سمو هذا سيدي. الآن في بافيليون تصوير مسلسل ماليزي. المنظر صلاة علي ما شاء الله تبارك الله. يا إن شاء الله كنا على سمواني كنا siapa sekali ni. Aduh kawan-kawan ni. Hello Azminan. Kita berada di apartmen paling mewah di Pavilion. Kepunyaan Datuk Alif Syukri. Thank you Datuk bagi kita syuting. Alhamdulillah cantik. Akhir bulan ni kita ke Mekah insyaAllah. Ha? Akhir Mekah bulan Mekah. Bulan 2 ke Mekah. So siapa-siapa nak sponsor bilik kami kat Mekah, sangat dialu-alukan kontak Adnan. Yes. Ha. Kita jumpa lagi di Mekah lah. طبعا انا بشقة في بافيليون احد معارفي في
ماليزيا. طبعا داتو هو يعتبر شيخ كبير، مو شيخ يعتبر واحد عمور كبير هنا يوتيوبر. ألف شكري هذا هو. ما شاء الله تبارك الله. هذه شقته. صلاة على النبي على الإطلالة رائعة. ما شاء الله تبارك الله. هنا إطلالة على بوكيت بنتم. هذا الممثل حقنا. شوف إطلالة كيف. ما بيقصر، بيقول لي ابوي تبي تجلس هنا تعال، لانه الشقه فاضيه ما في حد. فين وفين يجي؟ هناك بوكيت بنتم، هناك تايم سكوير. يلا Okay, okay, mantap. عشان تعرفوا مو بكل سهولة الواحد يمثل، لابد من عدة مرات، يكون في أخطاء، يكون في أحيانا واحد نص التمثيل يقعد يضحك، هذه مشكلة.